أهلاً وسهلاً بكل المتابعين. اليوم معنا وصفة حلويات الصبلي بطرق ممتعة وزينة شوكولاتة رائعة. إذا كانت هذه أول مرة تشوفون القناة، لا تنسون تدعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركة القناة مع الأصدقاء. اليوم راح نسوي عجينة الصبلي. زي ما تشوفون هنا، بنجيب في إناء 250 غرام زبدة وكوب سكر ونخلطهم زين. نضيف رشة ملح، كوب زيت، بيضتين، كيس كريم كراميل وملعقة كليكوز. نضيف الدقيق شوي شوي حسب الحاجة ونخلط المكونات لين نحصل على العجينة المطلوبة. بعدين نحط العجينة في كيس عشان ما تفقد رطوبتها. الآن نقوم بتجهيز الأشكال. على فكرة، قسمت عجينة الصابلي إلى قسمين، قسم خليته مثل ما هو والقسم الثاني ضفت له شوكولاتة بودر لتغيير اللون. هنا باخذ ملعقة وأملأها بقطعة عجينة بيضاء وقطعة عجينة ملونة زي ما تشوفون. أشكلها في الملعقة، وبعدين أستخدم سكين لأضغط كل نصف على جنب عشان أحصل على شكل ورقة شجر. شكلها بيطلع جميل وخرافي. بعدين ألفها بالسكر عشان تعطي قرمشة. وأخيراً أرتب جميع الحلويات في صينية وأدخلها الفرن حتى تنضج، وأقدمها مع الشاي والقهوة. شكلها بيطلع جميل ورائع. إذا حبيتوا هذه الأشكال والوصفة، لا تنسونا الاشتراك في القناة ودعم الفيديو لمزيد من الوصفات والأفكار الجميلة بمناسبة العيد المبارك. خلونا نشوف الشكل الثاني. في الشكل الثاني، بعد ما فردنا العجينة، نحضر قالب حلويات بالشكل اللي تحبونه. أنا استخدمت قالب دائري مموج. قطعت الأشكال، بعضها فيه ثقب وبعضها بدون ثقب. بعد ما نخبز العجينة وندخل الحلويات الفرن وننتظر حتى تنضج، نبدأ في مرحلة التزيين. نحضر مربى وندهنها بين القطع، ونرش بعض القطع بالسكر الناعم عشان يطلع شكلها جميل. هذه الحلويات مميزة ولازم تكون حاضرة في العيد. أتمنى أن تكون الوصفات قد نجحت معكم. لو عندكم أي تساؤلات أو استفسارات، لا تترددون في تركها في التعليقات تحت الفيديو. شكراً لمتابعتكم وتشجيعكم. أتمنى لكم عيد مبارك وسعيد، وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.